ازيكم عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد، وكل سنة وانتم طيبين. احنا دايما مش بنحكم على الحاجة من المظهر، دايما بنبص الاول وبنقابل الناس الاول وبنحكم عليهم بعد كده. بس ده مش بينطبق على البيت بتاعنا. البيت بتاعنا اول ما حد بيدخل فيه من منظر المدخل بيحكم عليه، هل البيت ده شيك وهل البيت ده راقي ومرتب ولا لا. المدخل من الحاجات المهمة جدا اللي بتدي انطباع اول للضيف او اللي هيدخل البيت بتاعنا عن الناس اللي عايشين جوه البيت ده، عايشين ازاي، حياتهم، حاجتهم، بيتهم نظيف ومنظم ولا لا، البيت ده شيك وراقي ولا لا. فتعالوا كده نشوف شوية افكار شيك نقدر نعمل بيها المدخل بتاعنا. اول فكرة هي الكونسول. الكونسول من الحاجات المهمة جدا اللي بتتحط في المدخل، بتخلي المدخل شيك جدا، وممكن كمان يكون ليها كذا استخدام. طبعا لو احنا في الحالة ان احنا فارشين بيتنا مودرن، ممكن الكونسول ده يكون فيه مكان للتخزين كمان. فالكونسول بيخلي المكان حلو جدا، المدخل بيبقى شيك، بيدي فوق المدخل، بيخلي التركيز على المدخل شكله حلو. ممكن لو احنا عاملين بيتنا مودرن، ممكن الكونسول ده يبقى معاه مراية ومعاه ابليك مثلا، وممكن كمان نحط وراه تجليدة. لو احنا فارشين بيتنا كلاسيك، فممكن بقى نحط كونسول شيك قوي كلاسيك، زي الكونسول اللي احنا عارفينه بالمراية بتاعته. ولو عايزين نحط جنبه ابليك اوكي، مش عايزين خلاص. فالكونسول من الحاجات الشيك جدا اللي بتتحط في المدخل، بتخلي شكله حلو جدا. وفي كذا طريقة لفرش الكونسول، يعني ممكن الكونسول اللي اتحط كده لوحده مع مراية، ممكن ما نحطش معاه مراية، ممكن نحط فوقيه ارت وورك او لوحة كبيرة بتابلو كبير. ممكن لو هو مثلا كلاسيك نحط عليه فاز حلوة، ممكن لو هو مودرن نحط جنبه تمثال او اي اكسسوري، بيكون شكله حلو جدا. تاني فكرة هي اننا نحط بانكات ونحط فوقيه مراية وجنبها برضو ابليك، او نعمل وراهم برضو تجليدة من التجاليد الخشب او الحاجات اللي هي تكون التجاليد الموجودة، برضو بيكون شكله حلو جدا. وفي نفس الوقت بيكون ليه استخدام اكتر من الكونسول شوية، بيكون ليه استخدام ان احنا ممكن حد يقعد عليه مثلا، في حد منتظر بره او اي حاجة في الاستقبال. فالبنكات بيكون ليه يوز يعني او استخدام فانكشن اكتر من الكونسول. في نفس الوقت بيكون برضو شكله شيك لو حطينا فوقيه مراية مع ابليك او تجليدة، او حطينا فوقيه ارت وورك تابلو كبير مثلا مع اضاءة، بيكون شكله حلو جدا. لو انا مش حابب احط بنكات وفارش بيتي كلاسيك قوي، ممكن استخدم كرسيين صغيرين في المدخل واحط مثلا بينهم سايد تيبل صغير، ترابيزه جانبيه، او احط جنبهم مثلا تمثال شكله حلو او زرعه، بيكون برضو شكلهم حلو قوي. وممكن برضو التمثال او الزرعه دي برضو احطهم جنب بنكات مع تابلو، بيبقى شكله حلو قوي. ممكن المدخل بتاعي لو هو كلاسيك احط كرسيين فوقيهم تابلو او مراية مع التمثال مثلا او مع الطاولة الجانبية، بيعمل تكوين شكله حلو جدا وبيكون مدي للمدخل شكل شيك. ممكن كمان لو انا عندي حيطة كبيرة في وش المدخل وانا مش حاطت عليها اي حاجة، ممكن برضو احط فيها تابلو كبير، بيكون شكله برضو حلو جدا، بيدي للمدخل شكل شيك وراقي. ممكن كمان احط جنبها تمثال او احط جنبها اكسسوارز، اعمل تكوين حتى لو انا مش حاطط فيها فرنتشر الحته دي. من اهم الحاجات بقى اللي لازم ناخد بالنا منها السجاده بتاعه المدخل. سجاده المدخل لازم تكون شيك جدا، حاجه كده تستاند اوت، حاجه تكون يعني لافته للنظر، شكلها حلو. لان السجاده بتاعه المدخل دي من يعني من الحاجات اللي اول ما الضيف بيدخل بيشوفها بيعرف انطباع بيتي عامل ازاي، بيتي شيك، سجاده شيك. فلازم سجادة المدخل تكون كويسة، الكواليتي بتاعتها كويسة ويكون شكلها حلو. في نفس الوقت كمان النجفة بتاعت المدخل تكون شكلها شيك وتبقى باينة كده وواضحة وشكلها حلو. ما نأفورش طبعا، ما تبقاش اوفر وكبيرة زيادة عن اللزوم، مش هنأفور في حجم النجفة. ولكن لو احنا ساكنين في فيلا وعندنا المدخل واسع، لا ممكن طبعا نحط نجفة شكلها حلو وكبيرة واضحة. ممكن نحط ترابيزة في النص عليها تمثال او عليها اي حاجة تعمل فوكس
الفوكس اريا بتاعتي تكون في المدخل، ده لو في حالة ان المدخل بتاعي واسع وكبير واقدر احط فيه كذا حاجة. انما لو انا المدخل بتاعي صغير زي كاريدور او اي حاجة زي دي، يبقى هنفضل ان احنا نتعامل بالكونسول والبنكات او كنبة صغيرة، مع النجف بتاعنا يكون بسيط بس في نفس الوقت شكله شيك وباين، والسجادة تكون سجادة شيك. اخر حاجة عايزة اتكلم عنها هي ان احنا ممكن نعمل باترن في الارضية بتاعتنا غير لون الخشب اللي احنا عاملينه او لون الرخام اللي احنا عاملينه. ممكن نعمل نقشة او باترن في الارضية، بس نخلي بالنا واحنا بنعمل الباترن ده. طبعا الباترن ده بيعمل بيحدد الطريق، بيعمل جايدنج للناس هم ماشيين، ده لو المكان عندي كبير يعني، وشكله بيكون حلو جدا وبيدي شكل حلو للمدخل. بس نخلي بالنا قبل ما نعمل موضوع الباترن ده، نستشير مهندس ديكور الأول أو حد يكون متخصص، علشان طبعا احنا لو سيبنا الدنيا للصنايعية اعملي باترن في الأرضية، حتى لو انا وريته صورة برضو مش هتطلع مظبوطة زي ما احنا هنكون يعني مستشيرين حد متخصص فيها. فياريت اللي هيعمل حاجة زي كده لازم يعني يشوف حد متخصص، تترسم كويس وتتعمل كويس علشان ما يحصلش اي لخبطة في الارض. دي كانت النصايح بتاعتي ان احنا نعمل ريسبشن او مدخل بتاع البيت شكله شيك وراقي. لو عندكم اي اسئلة اكتبولي في الكومنتس، واعملوا لايك وسبسكرايب للشانل عشان يوصلكوا كل الفيديوز الجديدة.